وبنفس الوقت تزيد عليه. هذا مطلب شعبي. احنا نستبدل الحلول وليس في طرح المشكل. طرح المشكله والمطالب معروفه لدى الجميع. نعم. عسكريا يعني لاحظت هسه بعض التعليقات معكم، انا عملت كان عندي جماعه لكن اعتذرت منهم عشان قضيه مهمه جدا، هاي قضيه وطن وليس قضيه شخص ولا شخصين، ويمكن تتجوز مليون ونص احنا المتعسكرين. صدق. صارت قضيه متفشيه. اخي مهند، اخي مهند، نعم اخي مهند، اخي مهند، يعني متفشيه في جميع المجتمع يلزمها حل، وهذا هو صلب التشريع والمراقبه على الحكومه للاجيال، وليس يمكن بس لنا، لانه اذا ظلينا على هاي الحاله احنا هذا وطن، والوطن بحتاج منا انه نشرع له طريقه انه للمستقبل. في شغله في العالم تحمس مدين، يعني مش فاهم انا مش قادر افهم ليش تحمسه وبنفس الوقت هو متعشر. طب هو اعطيه مهله يعطيه اخوي مهند. فاحنا طبعا هسه المشكله احنا بدنا حلول جذريه، لازم يكون اجتماع على مستوى وعلى مستوى ناس مسؤوله في البلد. انت بتقولوا كان مثلا اخوي مهند، اخوي مهند، يعني اي قضيه، اي قضيه، اي قضيه لشعب او لشخص هي ما يعني ما بيقدر يحكي فيها الا نفسه المتاثر من هذه القضيه، هذا واحد. يعني يجب ان يكون المتاثرين انفسهم يكون منهم مجموعه تقعد على طاوله حوار لحلال القضيه. الشغله الثانيه اللي انت حكيت فيها، احنا الان بنتكلم بحل سريع واني مؤقت لحل هذه القضيه مع وجود حلول لاحقة بتعديل قوانين، لأنه هاي القوانين حتى إذا ما تعدلت وانحلت القضية بحل مؤقت حالي بالمستقبل في تعثر ثاني إذا بقيت هاي القوانين. نعم، هو القانون تعديله يلزم السلطة. عندك السلطة بدها بصراحة تشريعي، بس التشريعي كان بصراحة صدع الحباشنة أسد والبيوت. اخوي مهند، احنا حتى يعني مش بصدد لا نحكي لا باسم واحد، لكن انا اجزم ولا نائب كان في قضيه المتعثرين صادق. صحيح. ولو كان واحد ظل متابع ما في حد وراء الطالب. نعم نعم. زي هذا لا تفكروا سهل، يعني في ناس يقولوا القضيه سهله، لا والله ما هي سهله، والقضيه كبيره وبدها جهد كثير 100 مره، ولا يكتفي على طرح مشاكل على الناس. يعني دكتور سامر بعد اذنك، والله لا انت زلمه غانم، بارك الله بارك كلامك طيب، ما عليك زود، لكن دكتور سامر لازم جهوده بجهود الطيبين. امبارح حكيت معاهم نبيل وابو شوق وكثير ناس، ولقيت عندهم افكار مزيره وجيده، وهذا كله يعني ما عليك زود اخوي مهند. المتعثرين واحده من قضايا وطن، قضايا كثيره. الوطن دائما اذا ظلينا نفوت من نفس الباب، والباب اللي لقيه مسكر، وكل يوم نفوت نفس الباب واللي لقيه مسكر، لا يمكن تفوت منه، حاول لقي لك طريقه اخرى. صدق. ومدام يعني لازم احنا نلاقي لنا باب اخر وباب حل جذري وعاقل، ويكون يعني اعتبر من الوعي، وانت دكتور سيد الفهمانين، ونلاقي حلول وليس طرح مشاكل. احنا عندنا على مستوى لواءنا ولواء وادي سير، انا بقول طالع يعني من عندي انا جمعيه اسمها جمعيه وادي سير خيريه، عندي 3000 غارمة في وادي سير، مش 3000 غارمة انثى وليس ذكر. هاي المعاناه بيعاني منها عندنا مجتمعنا احنا على مستوى جيراننا واهالينا وقرايبنا، متفشش بيكون عليه 100 دينار بيصير 2000 ومطلوب. للاسف اكبر على مستوى، للأسف يا أخوي مهند، يعني حتى إحنا الدول المجاورة، شوف كل منطقة وكل بلد فيها متعثر وفيها غانم، بس ليش إحنا الدول المجاورة إنها بتحل هذه القضايا بسرعة؟ يعني أنا كنت في مصر، مصر 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 ما خلت غارمة لا في سجن، وعندهم صندوق من الدولة، يعني ما بقول لك شعبي، لحل قضايا الغارمين. المتعثرين حلوا قضاياهم الدولة، وكان في هناك توجه قبل أجي من مصر بشهر 6، كان في هذا الحديث بجزء بشهر 3 أو 4 قبل عملوا، يعني أصدرت وزيرة الصناعة بمساعدة المصانع والشركات المتعثرة، تخيل يعني. صحيح. بصراحة مصر يعني يمكن اتوقع يعني احنا لا نقل عن اي دوله حوالينا، بالعكس احنا عندنا حلول لازم نتخذها وليس الحل اللي احنا بنركز وراه بس فقط.
وكان صعب. يعني انت كيف تطالب، انت بتطالب لي مثلا بديني من مهند وتيجي تشد علي؟ يعني شفنا ناس قاعدين كانوا طريقه هجوميه ما بدور حل، بدور انه يسب، يعني يكسب صحيح. خلينا اقول لا لا هلا بنحكي احنا مهند مهند بشكل كبير، في ناس بتلعب القضيه هاي مهند لانه يظلوا منجم فيها. فاحنا اذا حبينا الحل انا مستعد كمان اكون مشارك للشرف، واصغركم واقلكم ورايي المتواضع، نلاقي حل فعلا جذري. هذا بدين دوله، لما نقول لك مليون وربع يمكن اكثر فيه، هذا بده دوله تحله مش دكتور ثالث. اخوي مهند تصديق لحديثك اخوي مهند، انا يعني برضه برجع بكرر، في مصر كنت في مصر وكنت مستلم ملف المتعثرين في مصر، وكنت مستلم يعني كجاليه اردنيه مصغره في مصر. والله العظيم والله العظيم والله العظيم وكلام امام الله، الجاليه الاردنيه في مصر ومشاكلهم وقضاياهم بدهم حكومة، وبدهم مجلس نواب، وبدهم مجلس وزراء، وبدهم قضاء عشائري، وبدهم كل هذا في مصر. تخيل، في مصر، مش في الأردن، وبتركيا، في كل مكان. يعني ليش احنا نوصل، ليش نوصل كمواطن أردني يا رجل؟ يعني بذكر في أعوام سابقة قبل عشرات السنين، كان كل مواطن في العالم يتمنى أن يكون معه جواز أردني وجنسية أردنية. ليش المواطن الأردني توصل فيه لهذه المرحلة؟ أنا بشكر 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 سفارتنا في مصر، والله العظيم ما قصرت، وكانت تعمل ليل نهار، فيها أشخاص رائعين. لكن يا عمي إيد واحدة ما بتزقف. إذا حكومة ما حلت، إذا حكومة ما حلت يا دكتور سامر، دكتور سامر بعدك يا اخوي مهند، يا دكتور سامر يلزم هذا كاتب عملاق انه ابناء الوطن يكونوا بهذا الشكل، والله لا برضي عبد ولا برضي خالق. دكتور سامر حلها ان شاء الله على يد الغني شروان. احنا بدنا منطلق سياسي يكون قوي، يقدر يشرع ويقدر بلاش مجلس نواب في اعيان انا بعرفهم غنيين، لازم نلاقي حلول بطريقه تكشف. سيدي زي ما بيقولوا، زي ما بيقولوا مثلا خليت بليت، يعني الا في من ابناء الولد. الدوله فيها ناس كويسه كثير، في ناس تعيين كمان من المسؤولين جدا مشاهير. انا متابع، انا بقول لك، لكن انت قلت ايد واحده ما بدك. نعم، لازم احنا كمان نشرح وجهات نظرنا وحلولنا، ولازم نشتهد على هذا الحكي. والله العظيم والله العظيم لو عندنا صب الدار صدق نطلع من الفجر وبنصب الدار، لكن قضية وطن هاي بدنا نصب الوطن كامل، بدنا نبني ملك الوطن كامل. فيعني احنا لما يعني جهودك جبارة، والله امبارح ما ذكر اسمك الا في الناس الخيريين اللي سعيين من الاوائل، يعني الحمد لله الحمد لله. هذا لك اجر ثواب عظيم. يعني العالم الله، العالم الله، العالم الله شو بنعمل، العالم الله شو بنعمل بالخفاء. يا دكتور سامر على قضايا خارج الأردن قاعدين بنحلها، قاعدين بنروح أبناء الأردن. العالم الله بجهد شخصي. دكتور سامر اسأل مهند، اسأل مهند سؤال. احنا دكتور بجهود الغنمين امبارح كنت متواصل معهم، لو جمعنا حالنا كلياتنا في طريقه منبر واحد اقلبه فيها، والله المنبر ينطلق وليس فقط لطرح المشكله. والله يا اخوي مهند يعني هي فيها ورئيس الوزراء وكل الناس عارفينها، وهي مشكله مش بسيطه ان ما حدثنا فيها. لا، مليون وربع، مليون وربع واحد متعشتر، هذا بشكل مليون وربع بيقدر يشكل مجلس نواب كامل يشرعوا للبلد كامله. هذا اللي بنحكيه اخوي مهند، ان شاء الله ايدنا بايدك. احنا في يعني انا خلال الاسبوع الماضي كان في توجه، الان احنا راح نطبق هذا التوجه على ارض الواقع بجهود الخيرين امثالك. نكون ايد واحده، نتجه ونحط نقاط على ارض الواقع ونمشي عليها. هذا من ناحيه. من الناحيه الثانيه، انا اطلقت منصه ان شاء الله راح افعلها خلال الاسبوع الحالي، اللي هي النائب الذي نريد. بارك الله. يعني احنا كمان الان كشعب، الان لازم يكون لنا دور باختيار النواب، لازم يكون لنا مواصفات بالنائب، مطالبات في قوانين،
في امور كثيره يجب ان تعدل. لازم احنا كمان كشعب يكون لنا دور، مش احنا كالدور السابق والله بس اروح على هالصندوق وادلي بهالصوت لمين ما طلع ويطلع. لا لا يا سيدي، الان المرشحين اللي بتدعموهم. نعم نعم لازم يكون في دور. انا بتكلم بعيدا عن قضيه المتعثرين، بعيدا يا اخوي مهند، بعيدا عن قضيه المتعثرين، انا بقول انه احنا الان كشعب اردني كمواطن أردني لازم يكون ندور باختيار النائب، لازم يكون في منصة الآن حملة النائب الذي نريد. إيدنا بإيدكم. القضية بتمس صميم الوطن، لما تقول أنت عيل متشردة، عيل بالشتات، هاي صلب الوطن، هاي قضية كل العالم بيحكي فيها قاعد. كل العالم مش السجن، أنا مش منطق يا ناس. يا عالم والله العظيم البارح في واحد أظن من إربد ناشط معكم. شو بقول؟ لما انا انسجنت كان نفسي اطلع واسكن في مغاره واظل سال طول حياتي بس اسمي حر في مغاره. تخيل من رجل اعمال يصير طموحه يسكن في مغاره مش في السجن. صدق. هل هذا منطق؟ وصلنا لهذا التفكير؟ نعم. احنا في زمن القرن 21 احنا العالم وصلت مصايب واحنا لساتنا بنفكر كيف نخلص من قانون مش مطبق في العالم كله. صدق. احنا يا دكتور شاكرين لك وانا بتمنى اني اكون احد تلاميذك. لا يا سيدي لا، احنا على خطاكم. انا كل واحد يسعى للخير شرواه. انا خلف، فانا بتمنى انه نسعى للحل فعليا. في ناس تسلطت، انا بذكر لك اياه والله وقعدت معهم شخصيا، انه يكون مبسوط بعد البث قديش اجاب قديش علق قديش شغل. هذا همه، ما همه حلول، ما سعي ان يبصر علينا على عين على وزير على كذا يسعى لعرف الوضع. احنا تعبت تقرون دولة بتتعامل شو بدها دولة مؤسسات وقانون. نعم دولة قانون ومؤسسات، احنا نتعامل معهم في القانون. ما بنعجز، ما بنعجز اخوي مهند. ان شاء الله ان شاء الله ايدنا بايدك. انا بمشي خلفكم والله، انا بمشي خلف اصغر متعثر، وانا حكيتها من زمان، ما بمشي امامهم بمشي خلفهم، ومع اي فكره ومع اي طرح لحل هذه القضيه. احنا راح نتواصل ان شاء الله بعد البث باذن الله، وراح نكمل مشوارنا باذن الله. دكتور بارك الله، شكرا لك، شكرا على مداخلتك. شكرا شكرا اخونا مهند العقيلي، شكرا لك على مداخلتك. هلا اخوي ابو نبيل، ابو خليل، اخوي نبيل. والله يا والله الله يكون بالعون. اي والله الله يكون بعون. احنا اخواننا يعني زي ما اخونا حكى مهند العقيلي، والله لا بندور على تعليقات ولا بندور على لايكات ولا بندور على عدد مشاهدات، حتى احنا بندور على عدد حتى نوصل صوتنا، حتى صوتنا يوصل يا ناس. احنا كمتعثرين يعني اخوي نبيل يعني بيعتب علي بيقول لي انه والله احنا 70 ولا 80 وهينا 45 ولا كنا 100 قبل شوي ولا كنا 110. هذا كلام والله كلام يؤلمنا، انه انت متعثر على ايش مستحي؟ على ايش خايف؟ على ايش ما توصل صوتك؟ والله يا دكتور سامر انا عتبي على المتعثرين بشكل كبير جدا. اول شيء البث هذا عم بنرتب له من ايام، والكل صار يطلع بثات بنفس التوقيت للتشويش والتخريب على البث ليه؟ طيب اخونا خالد الطوالبه طالب اتصال، بعث رقمه، انا بدي ارن عليك اخوي خالد، ابشر خليك معي. رن علي. خليك. احنا يا اخوان يعني حتى هينا بنسولف، احنا بجوز بسبب البعد هينا، يعني خلينا نتحدث لو حديث اخوي، حديث عن مشاكلنا، خلي صوتنا يوصل. بس والله ماني شايف. دقيقة اخويا، 6238700. طبعا في بعض الاخوة بيسأل وين اخونا طارق ابو الراغب. اخونا الاستاذ طارق ابو الراغب كمان يعني مسيرته مشكور عليها، وهو قاعد بيحكي بهذه القضية وبيعمل بهذه القضية. مش شرط احنا اذا واحد طلع لازم كنا نكون مع بعض، يعني كنا اي واحد بيسد عن الاخر. الو اخوي خالد، مساء الخير. طلبت مداخلة، تفضل انا معك والمشاهدين معك. سيدي سيداك الله، تفضل. المشكلة اليوم
نعم الصبح يعني انا ممكن ممكن تعيد المشكلة ممكن يوم الخميس يوم الخميس علي صوتك نعم اخذونا على التكييف الهوائي واعطونا الاشعار نعم وروحنا من الصبح يعني كل الاحترام عملت نعم اليوم الصبح انا طلعت طالع الدوام يعني انا لقيت شغل اني اشتغل فيه الله يكفي عشان اقدر اصرف اولادي وابلش يعني اتكلم مع الناس نعم بدون ما نريد شرطه هويتك قلت يا عمي تفضل قلت انا من الله يا سيدي مالي معيش اخر نعم جاء اخذني اخذونا على مركز امن الحسين نعم حكينا مع الدكتور هاني الاعلامي هاني نعم قالوا يا عمي هيك كثر الله خيره والله ما قصر يعني ربنا الله نعم قعدنا عندهم فوق الساعتين واجوا روحوني من المركز هم مدير مركز روحني روحونا من المركز طب هذا الشعار يعني احنا بس انه بس نوردي الدورية انه قاعدين زي هيك طب وانا يا عمي اروح بقول لك ليش تضل داير بالشوارع طب يا عمي انا طلعت اشتغل بدي اجيب خبز لاولادي سامر بعد والله يا اخوي والله يا اخوي خالد يا اخوي خالد يعني هاي يعني حكيت فيها قبل شويه معلش والله يا اخوي نبيل احنا هذه المشكله كمان يعني انا كنت بتحدث قبل قليل بهذه النقطه انه يعني التنفيذ القضائي اخواننا التنفيذ القضائي واجهزتنا الامنيه بما انه الان في اشعار وقفتك دورية الآن المفروض الدورية هي على الجهاز الدق يعني إحنا ماشي أوكي إحنا مع القانون وتحت القانون بقول لك إذا نزل عليك طلب جديد طيب ما أنت دق على يعني وأنت موجود يعني خلال 5 دقائق دق على الطلب ما نزل طلب جديد اترك الشخص ليش تأخذه وتبهدله ساعتين وثلاث بلكي واحد شخص رايح على مستشفى بلكي شخص رايح على أمر ضروري بلكي واحد ما يأخذ مرته يا أخي يشتري لأولاده يتبهدل كمان قدام أولاده ليش بده يطلع يشتغل اتركه يشتغل مش انه كمان تاخذه ساعتين ولا ثلاث وبدها واسطه ويقعد ساعتين واربعه ويروح ممكن ينام ليله او ليلتين ليش اللي بصير قاعد هذا اللي قاعد بنحكيه احنا المزاجيه بتنفيذ القرار ليش في قرار واضح وصريح عليك انت واحد تعمل علي 41 طلب انا صريح قلت انا قلت هذا التاريخ 18 شهر نعم انا يوم الصبح والله وقتها قالوا لي يعني وحكينا مع بعض الضباط قال بس اعطي له دورية الشرطة في عليه رقم الضباط نعم نعم معي نفس الاشعار نعم اليوم الصبح بس تكون الساعة 9 الصبح قلت يا سيدي انا هيك قال لا عليك 41 طلب تفضل معك قلت انا بكل احترام يعني نعم احنا مش قص هو اكيد كل بكل احترام واحنا تحت القانون وهم بينفذوا قانون احنا ما عندنا مشكله ولكن انت ما دام اخذت الاشعار يا سيدي دق على هالجهاز اذا ما نزل عليه بعد تاريخ 18 الشهر او بعد تاريخ 17 الشهر او تاريخ على اليوم واحد ما نزل عليه طلب اترك الشخص ليش تاخذه على المركز الامني وتقعد تبهدله قدام اولاد بلكي يعني امر مستشفى امر ضروري زلمه طالع يشتغل والله اليوم والله لو تأخرت عشان يعني شغلي اليوم ما أخذت يعني قطع طب ما ممكن تقول طلعتون والله إني أنا بقاوم 13 ساعة عندي كل يرى حسبي شكرا لك اخوي خالد وصلت رسالتك وان شاء الله يعني هذه من النقاط اللي حكيت فيها انا قبل شوي بنرجع نكررها انه يا اخوان التخفيف على الشعب الاردني شكرا يا اخوي خالد شكرا لك دكتور سامر في المحامي مأمون الخباريتي بعت رقمه خليني اعمل معه اتصال بعد اذنك اخوي ابو خليل تفضل يلا هنا نتناقش مع بعض يا اخوان هي معنا الاستاذ مامون الكباريتي الاستاذ مامون الكباريتي كمان كان له دور معنا في قبل فتره بقضيه المتعثرين و كان من الأشخاص اللي كانوا راح يروحوا معنا على قضية المتعثرين في قناة رؤية مساء الخير أستاذ مأمون مساء الخير أهلين دكتور طمني عنك إن شاء الله طيب الحمد لله بخير الله يمسيك بالخير مساء الخير مساء الخير عليك وهي المشاهدين معك والتليفون وصوتك ومعنا دكتور سامر يمسيك بالخير أنت والمشاهدين والمتابعين
المتابعين كلهم. مساء الخير. استاذ مساء استاذ مأمون. انا لست اعلاميا ولا متعثر. انت البركه. انا بحب اعطي رايي. موضوع المتعثرين احنا انا من حوالي سنة او اكثر طلعت باتري. الاستاذ طارق متواصل. انت متواصل. في اساتذة كثير ودكاترة واشخاص كثير تواصل. احنا اشبعنا حكي. نعم. اشبعنا حلول. اشبعنا مطالبات. صدقت. فهل يا ترى الحكومة ما وصلها هذا الحكي؟ صدقت. هذا مستحيل. احنا الان قبل ما نطلب حل احنا بدنا جواب من الحكومة. نعم. الأستاذ طارق أبو الراغب وصف وهو محق وصف الحكومة بأنها حكومة مرتجفة. أنا أصفها بأنها حكومة سلبية. مطلب شعبي وطني يطالب فيه 15% من عدد سكان الأردن. مجرد أن الحكومة تطلع بث أو مؤتمر صحفي أو لقاء يعبروا أنه إحنا وصلنا مطالبكم. إحنا بندرس مطالب. يعطونا رأي. يعطونا أنه إحنا سمعنا. نحن كأنه بنحكي مع الهوى. إحنا ما سمعنا لا رد من الحكومة لا من رئيس ولا من وزير ولا من أي شخص يمثل الحكومة. حتى وزير الداخلية اللي هو مسؤول عن الأمن في البلد وأصدر قرار مخالف للدستور. حتى نقيب نقابة المحامين وكل الأجهزة الحقوقية تعلم انه هذا قرار مخالف للدستور. ما تكلم وطلع بس يعبر او يعطي سبب مقنع مبرر ليش امنع تسجيل جوازات سفر. صدقت. نعم. ليش وزير اعلام مثلا ما بيطلع بقول انه احنا في عنا مشردين يحملوا الجنسية الاردنية خارج البلد. عندنا مشكلة. عندنا معضلة. عندنا مشكلة. عندنا مصيبة. نعم. المواطن الأردني أصبح يعني المتعثرين هم أشخاص معدودين لكن سيزيد. راح يزيدوا في ظل جائحة كورونا. راح يزيدوا أضعاف أضعاف. طب الحكومة هي مش بس مرتجفة. هي حكومة ساقطة. زادوا خلصوا أستاذ الفاضل. زادوا خلصوا. زادوا وخلصوا وصاروا أكثر من مليون متعثر. أنا من وجهة نظري أن الحكومة لما كانت قضية المالكين والمستأجرين ما تدخلت الحكومة وأعطت مهلة 10 سنين. نعم. وحلت القضية بعد هيك. لا مستأجر مات ولا مالك مات. إذا المتعثر مطلوب سنتين الحكومة إيش المانع عندها؟ بعدين هناك يعني أنا بدي أعطيك حل بسيط. محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في الأردن أصدرت قرار إنه في حال وجود قانون لمعاهدة دولية يتضارب مع نص قانون وطني على القاضي أن يطبق قانون المعاهدة الدولية. ونص المادة 11 ينص على عدم حبس المدين. صدقت. سيادي القضاء وهم نزيهين وقضاءنا معروف بالنزاهة. الحمد لله. ما بيطبقوا هذا علما انه من صلاحيتهم. علما انه انت بتطبق قرار محكمة التمييز. انت امامك قرار محكمة التمييز بحكي انه في حال تعارض قانون وطني مع معاهدة دولية يطبق قانون المعاهدة الدولية في قضية التنزيل. اذا اي قاضي تنزيل عنده الصلاحية بعدم إجابة طلب حبس المدين. طيب ليش اللي بيصير العكس يا أستاذ مأمون؟ يطبق قانون. طيب ليش اللي بيصير العكس قاعد؟ كيف؟ ليش اللي بيحصل قاعد العكس؟ اللي بيحصل إن الحكومة ما بتفهم. ليش؟ وفي متنفذين. هذا المشكلة. أنا بدي أحكي لك يا قد يجوز إن الحكومة ما تنظر للمدينة الشخص. تنظر للمؤسسات الربوية. تنظر للبنوك. هذول المتضررين. حطيت ايدك على الجرح. نعم. الحكومة ما بتنظر لإلي انا اذا بدي من الدكتور سامي زيوت مثلا يعني على سبيل المثال